خلينا ننتقل لميسي بقى، وعارف كده لما تنتقل لمكان انت كمان وتبدع من اللحظات الاولى، يعني دايما لما واحد بيروح مكان جديد انه طبعا ولا هو نجم كبير الناس كلها بتبقى مستنيه هيحقق ايه بسرعه. يمكن كريستيانو طبعا ما حققش ده مع النصر السعودي في البدايات بتاعته، الناس كانت متوقعه قوي ان كريستيانو هينضم للدوري السعودي ونادي النصر، هنلاقي النصر ده ايه اجوال غير عاديه طبعا. وكريستيانو، لكن كريستيانو في الاول لم يكن موفق شويه، ربما بعد كده الدنيا بقت افضل، لكن ميسي من اللحظات الاولى والماتشات الاولى قدر ان هو يعني يثبت نفسه بشكل كبير، وده بالمناسبه كان متوقع طبعا. يعني ميسي اولى مبارياته مع انتر ميامي اللي حقق فيها بجد رقم تاريخي بعد تسجيله اول اهدافه يعني مع انتر ميامي، وكان ماتش رائع جدا انتهت بفوز انتر ميامي 2-1، والهدف اللي سجله ميسي او هدف الفوز كانت ركله ثابته في الدقيقه تحديدا 94 وابهر بيها جماهير الفريق طبعا. يعني وعايز اقول لحضراتكم على حاجه، وعايز اقول لك يا كريم انا اشعر احنا عمالين نتكلم ان امريكا مش من الدول اللي الكوره عندها يعني رقم واحد كرياضه، انا اعتقد مع وجود ميسي ربما الثقافه دي ممكن تتغير شويه، تبقى كره القدم من الرياضات الاولى جماهيريا في امريكا في الولايات المتحده الامريكيه، لان في حد جالهم فعلا مختلف، حد جالهم ممكن يعمل طفره كبيره جدا. ولسه بالمناسبه يعني انتر ميامي اللي احنا سامعينه ان الفتره الجايه هيبقى في لعيبه برضو اوروبيه عالميه هتنضم ليه، فاعتقد برضو ده بيشتغل نفس الثقافه في الدوري السعودي اللي هو عايز يعمل طفره كبيره في امريكا طبعا. والاونر او صاحب هذا النادي ديفيد بيكهام اللي كان حاضر طبعا هذه المباراه، كان في نجوم كثيره جدا حاضرين هذه المباراه منها سيرينا ويليامز طبعا اسطوره التنس وغيرهم وغيرهم. فيعني هو بدايه كده جماهير انتر ميامي فرحانه فرحه الهبل زي ما بيتقال، لان ده اول فوز ليهم من اول انطلاق النسخه دي من الدوري الامريكي، فطبعا حاجه عظيمه جدا. وبعدين ده مش اي حد جالهم، ده جالهم اللي عمل كل حاجه في كرة القدم، جالهم اللي حصل على كل الألقاب الفردية وكل الألقاب القياسية وحالة استثنائية بل ظاهرة كروية غير مسبوقة. فبطبيعة الحال أكيد هيبقى له انعكاس كبير على الفريق وعلى الثقة للفريق كمان. وشفنا هو نفسه كان فرحان فرحة عارمة بعد ما أحرز الهدف الأول، وطبعا يعني احتفل مع الجماهير، ودي كانت من اللقطات اللي يعني طبعا انتشرت بشكل كبير جدا يعني من امبارح للنهارده.